مشاهدينا مساكم الله بالخير، واهلا وسهلا فيكم ويانا بحلقه جديده من عربود. خلينا مشاهدينا نتابع عناوين حلقتنا لليله ماذا ستحوي. اشتعال النار بين شريهان واحلام، بلال العربي يبحث مع نبيل عبيد عن نجمه العرب، ما هو التعديل الذي قامت به شركه والت ديزني على فيلم انتو ذا وودز. كذلك مشاهدينا بنتابع الليله في عربود. ضحيت كثير نوعا ما ببعدي عن بيتي وعن بلدي. بدأت حلقتنا مشاهدينا مع الفنان اللبناني مارسيل خليفة، حيث قال أنه لو أصبح السياسيون شعراء لتغير الوضع، لكن لا أحد منهم شاعر بحسب مارسيل، موضحا أن الساسة ليس لديهم وقت للشعر والأدب، وأوضح أن الموسيقى ليست وظيفة له وما زال يعزف مثل اللعبة، كما أنه لا ينفذ ما يطلبه الجمهور، لكن ما يحب أن يقدمه هو ما قد يبغضه أحيانا الجمهور. بغيبتك نزل الشتي قومي اطلعي على الباب، في فوق سجادة الصلاة واللي عم بيصلوا قلال صورن مثل مصر المرا وبعلبك رجال عاكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرعى الغزال. وقف مشاهدينا مع صفحة الأخبار المتفرقة. شاهد آخر كليب لألك عم نشوفه ليارا وأصدقه كتير لهلأ إيجابية، خبرنا عن هالتعاون أكثر. هالتعاون صار من فترة، أنا مبسوط كمان كتير بالتجربة لأنه الريزلتا كتير مثل ما أنا كنت بدي. يعني يارا فنانة مزبوط كلاسيكية، لكن شفناها شوي فيها هيك روح حلوة ومرحة هالمرة، هيدا اللي كان عبالي فرجيه وهيدا اللي بتصور نجحت فيه. بقى كتير مبسوط بالكليب، الأصداء كثير قوي، يمكن اكثر مره العالم هالقد، مع انه الكليب كثير سامبل، يعني عم بت تقول لي قديش حابين الكليب ومبسوطين بيارا هي شخصيا. انا بعتبر حالي دائما بنجح وقت الفنان بينجح بكليب، ما بفكر بانا انجح اخراجيا، لانه انا متى ما الفنان نجح اكيد انا بكون نجحت. شو في هلا جديد جاد؟ في كثير، بس ما بحب احكي بشيء لما يكون تصور. بقى ننطر ونشوف، في اكيد كليبات كثيره، في كمان البوم عم اشتغل عليه لسكه جديده. بقى ان شاء الله كله بيصير ببلش بيطلع من هلا لاخر السنه. يعني سكه غلط ولا سكه؟ لا سكه صح، المره سكه صح صح. وايمتى تقريبا؟ الالبوم مش قبل الربيع، بس حينزل منه غنية اسمها أجازة، قبل تنزل قبل اخر السنه، وهي كايند اوف ديو. يعني بقى كل الالبوم هيك حيكون، هيدا السربريز. بقى انا محمس له كثير. اوكي، البوم ديوز يعني؟ مش ديوز، هيدا نسميه كولابوريشنز، يعني في كل مرة فيه شيء، يعني كل غنية فيها شيء. Good luck جاد. ميرسي كتير. Thanks. سيرين، أول شيء مبروك، اليوم عم نحضر حفل إطلاق مسلسل 24 إيراد، خبرينا أكثر عن دورك بالمسلسل. دوري ما كتير فيني أحكي عنه، سبق وقلت للصحفيين اللي كانوا موجودين، بس فيني أقول إنه هو دور مختلف نوعاً ما، مشاغب، هذا هيك من الشخصية، مشاغبة، طفولية كتير، بيحصل معها
موقف معين بتضطر انها تتحمل مسؤولية وبتكمل معها هالمسؤولية، لوين بتاخدها؟ شو الظروف اللي بتصير معها؟ وقديش هي بتتطور مع الظروف اللي عم بتصير معها وكيف بتتحول بشخصيتها؟ هيدي هي شخصيتي. رح تكوني مظلومة هالمرة ولا حتظلمي هالمرة؟ ولا ظلمت يمكن بروبي بلعبة الموت مظلومة بسيرة حب انظلمت. لا هون رح يكون معتدلة، يمكن رح يظلموني. ومرة تاني مع ريم حنا ومرة تاني مع عابد فهد، أداب يعني لك هالموضوع؟ من بعد لعبة الموت ونجاحه بيعني لي كتير، لأنه أنا بآمن بالتوليفة، هيك بآمن بالقرفة مثل ما بيقولوا بمصر، بيقولوا قرفتهم منيحة على بعضهم. ريم أنا حبيبة قلبي، هيدي صديقتي وكاتبة محترفة طبعا ومعروفة، وعابد أنا بستمتع أنه يكون واقفة قدامه، وخاصة إذا كانت شخصيته مثل هاي الشخصية اللي أنا قريتها، شخصية جدا مختلفة عن كل الأدوار اللي عملها عابد تقريبا من 4 سنين لهلا. وأول مرة مع ماجي؟ حبيبتي أكيد هيدي صديقتي، وأنا يعني بحيات العادية كتير بتضحكني، يعني قديش بحلو أنه نقضي وقت هالقد كل يوم عم نشوف بعض إن شاء الله، وبكواليس العمل رح يكون سعيد جدا. اشتقنا لك بلبنان، حترجع قريبا، وشو صرنا بسيرة حب، حنخلصوا أي متى؟ أنا كمان مشتاقة للبنان ومشتاقة لكم عن جد، ببسطت كتير لما شفتكم اليوم، هيك بتربطني علاقة مميزة مع الصحافة اللبنانية، مبسوطة كتير بسيرة حب إني عم بشتغل عمل يعني حلو 90 حلقة، ما بعرف قدي العالم رح تحبه. ضحيت كتير نوعا ما ببعدي عن بيتي وعن بلدي، بس إن شاء الله بلاقي النجاح. أوريدي أنا عم بلمس النجاح من خلال اليوتيوب ومن خلال الناس، يعني إذا بدك على التويتر وعلى الفيسبوك، لأنه عم بيحضروا على اليوتيوب وعلى OSN. إن شاء الله لما ينزل على القنوات المفتوحة كمان لقي صدى كتير مهم. سوء تفاهم هو بعد عندي 17 يوم بس تصوير، رح صور بالجونة قريبا جدا، بعد عندي شهر تصوير بسيرة حب ومنتقل للجونة لصور 17 يوم، من بعده بدي انزل على لبنان لصور غنية عادي مع يعني اللي هي لمروان خوري طبعا. مروان هو صديق مقرب كتير لقلي، بحبه كتير، بحب إحساسه، هو إنسان هيك بيعطي دايما النجاح للفنان بأغانيه بأحساسه. بتمنى يا رب انه عادي تقدر توصل مثل ما وصلت اغاني مروان قبل، وخاصة عيون العسلية كمان اللي عملها مروان لألي. في لفتة غريبة مشاهدينا، كتبت الفنانة شريهان على صفحة الفنانة أحلام قائلة: من نجاح إلى إبداع أكثر نجاحاً، تستحقين كل الخير والحب والسلام، يا جميلة النفس ونقية القلب والروح، ويا أصيلة الفن والإبداع والوطن، أنت حبيبتي، ربي يحفظك ويحميك ويحبب فيك جميع خلقه. بدورها مشاهدينا أحلام ردت معتبرة كلام شريهان تكريماً لها ووسام شرف من اسم شكل للفن حالة وبصمة جميلة وعشق لا ينتهي. مشاهدينا، من هذا الإبداع والفن المتواصل دائما خلينا نروح إلى فاصل ونرجع حتى نكمل معاكم عرب. الناس عم بيحبوا فكرة هذا البرامج الهويت، ونشوف الطموح والحلم في عيون هذول الصبايا أو الشباب. عدنا مشاهدينا بعد الفاصل، وقد أعلنت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن تضامنها مع الجيش اللبناني في خضم ما يتعرض له من اعتداء من الجماعات الإرهابية، واعتبرت أن دعم الجيش هو واجب وطني مقدس وعلى الجميع الامتثال له وتطبيقه، ونشرت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي أغنياتها الوطنية مثل سيدي الرئيس. ما هو مشاهدينا التعديل الذي قامت به شركة والت ديزني على فيلم انتو ذا وودز، وما هو الدور الذي سيؤديه جوني ديب فيه؟ خلينا نشوف سوا. Into the Woods، الفيلم المنتظر المقتبس عن قصة خيالية، يخضع لبعض التغييرات قبيل بدء عرضه في 25 من ديسمبر. هذا الفيلم مقتبس من إنتاج مسرحي يتكون من مزيج من قصص شهيرة مثل Little Red Riding Hood، سندريلا، وJack and the Beanstalk، إضافة إلى المزيد من القصص. لكن كون الفيلم من إنتاج ديزني، تم اتخاذ قرار بتغيير الموسيقى المأخوذة من المسرحية لإزالة بعض المواضيع الخاصة بالكبار ليصبح ملائما أكثر لجميع أفراد العائلة. كان على المؤلف الموسيقي ستيفن سوندهايم كتابة أغنية أصلية
جديدة للفيلم. يشتمل الفيلم على بعض من أهم الأسماء، ومنهم ميرل ستريب، إيميلي بلانت، أنا كيندريك، كريس باين وجوني ديب، إضافة إلى نجوم آخرين. ما هو مشوق أيضاً في اللمحة الأولى للفيلم، شخصية ديب بدور ذا بيج باد وولف عرضت لثوان لزيادة تشويق المشاهدين، لكن في عرض أولي آخر نراه في المزيد من المشاهد معتمراً قبعته. ماذا قال الزميل بلال العربي عن برنامج ذا ستار، نجمة العرب الذي يبحث فيه مع الفنانة نبيلة عبيد عن موهبة جديدة في عالم التمثيل؟ تقرير مشاهدينا يلقي الضوء. بلال، مرحلة جديدة بلشنا فيها من حياتك المهنية ببرنامج ذا ستار، خبرنا أكثر عن هالبرنامج. برنامج فكرته كتير حلوة ومميزة وجديدة، راح نكتشف وننقب لنجد نجمة العرب في عالم التمثيل بعد ما الناس يمكن تعودت على برامج الهواة للأصوات الشابة في عالم الغناء. راح يشاركوا ويتابعوا كيف نكتشف نجمة جديدة اللي راح تعطى لها الفرصة بأنه تصير نجمة في الوطن العربي من خلال برنامج ذا ستار نجمة العرب. قديش مراهن على البرنامج انه ينجح وسط برامج الهواة؟ هو مختلف، بس قدي الناس حتتقبله؟ يمكن لأنه جديد، فالبرامج دايما لما تكون جديدة بتنجح، ما بتلحق تزهق منها الناس، وإحنا شايفين من خلال تجارب تانية أنه الناس عم بيحبوا فكرة هذا البرامج الهويت، ونشوف الطموح والحلم في عيون هذول الصبايا أو الشباب، وكيف يتطور إلى تحقيقه لحقيقة إذا ربحوا باللقب. فأي ثينك لا، بالعكس الناس حتحبه وحتتابعه لأنه في كتير أشياء حلوة في انتظارهم. شو حيكون بالنسبة لك هذا البرنامج؟ حيكون يمكن شكل جديد، يمكن مرحلة جديدة، يمكن تجربة جديدة، لكن أنا بالنسبة لي ما رح يكون كتير شيء تغيير، لأنه هذه الأشياء أنا عملتها من قبل. لكن للمشاهد اللي يمكن ما شافني في إطار مختلف أو ما شافني بشكل آخر، رح يشوف شيء جديد إن شاء الله. بلشنا كاستينج بدبي وببيروت، خبرنا كيف كانت الأجواء، هل في مواهب توعد بشيء حلو؟ احنا كتير تفاجأنا باللي شفناه، لأنه فعلا ما لحقنا نروج للبرنامج بفترة طويلة. يعني برامج مثل هذه يروج لها 3-4 أشهر قبل للناس تلحق تجي وتروح تعمل كاستينج، لكن احنا رحنا ولقينا تقريبا شي 200 صبية نظرتنا في دبي، فشان كان مفاجأة كتير كبيرة. مفاجأة تانية هي المواهب، لأنه شفنا أشياء بتخوف وأشياء رح يكون فيها هيك شي بيزيد يضيف للبرنامج كتير من الأشياء الحلوة، إن شاء الله يا رب يحب المشاهد. بلشت تاخد على الجو على المشتركين، على لجنة التحكيم وعلى البرنامج ككل؟ شوي شوي عم بفوت بالجو أكيد، يعني وجود الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد باللجنة أكيد هيدا بيسهل، لأنه علاقتي معها كتير حلوة وأنا بحبها من عشاقها من زمان كممثلة، والآن صرت أحبها أكثر على الصعيد الشخصي لأنها إنسانة غير طبيعية. لجان التحكيم اللي عم بيكونوا ضيوف أيضا من نجوم الكبار المميزين اللي أنا كمان بحبهم، ففي جو كثير حلو، يعني حتى وراء الكواليس وراء اللي الناس عم بتشوفه في جو كثير 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 حلو، فهذا اللي بيخلينا متحمسين لنعطي شيء حلو كمان. كلجنة التحكيم عرفنا تقلى شمعون وسامر برقاوي كانوا بلبنان، بدبي مين كان معكم؟ دبي كان معنا سمير صبري الفنان المعروف والكبير، وأيضا سلوم حداد النجم السوري الرائع اللي كان لقاؤه مع المواهب وتشجيعه لهم شيء كتير كتير مميز وكبير. كثر بيسألوا ليش نبيل عبيد؟ نبيل عبيد لأنه في نبيل عبيد واحدة، ما بتصور أنه الكل بيختلف أنه هي نجمة بكل مقاييس النجومية. مشوارها حافل بالنجاحات ومشوارها حافل بقصص I think يمكن الناس كتير يتعلموا منها، وهالمواهب الشابة رح تتعلم كيف فعلا تكون نجمة بمقاييس إنسانية ومهنية. البرنامج حيكون فكرة عربية محض ولا فكرة
فكرة مستوردة مثل ما كتير برامج هوات بتكون. لا هو فكرة عربية محض, يعني فكرة لمجموعة روتانا, طبعا هي على رأسها السيد تركي شابان رئيس مجلس الإدارة, اللي هو من خلال جلسته مع السيدة نبيلة عبيد طلعوا بهذه الفكرة, وهو حب أنه يكون مش فقط برنامج للهوات مثل عم نشوفه, كمان بيكون سرد لملفات خاصة بنبيلة ومذكرات كتير كتير انتيم. في شيء اكتشفته عن نبيلة ما كنت بتعرفه قبل؟ اكتشفت انه هي فعلا انسانة فوق الوصف, وانه كل هدول الشعارات اللي عم نشوفهم في التلفزيونات لما يطلعوا الفنانين ويقولوا انا ولائي ووفائي والتزامي, فعلا هذه الاشياء موجودة فيها, فلما بتشوفهم بتقول انه ما نجحوا من فراغ, فعلا تعبوا في حياتهم لوصلوا اللي هم فيه. ماذا تعد الجمهور العربي من برنامج تستار؟ يا رب ان شاء الله يشوفوا برنامج حلو بكل المقاييس, وان شاء الله نكون احنا شاركنا ولو ساهمنا بالقليل في نعلم الناس انه الحلم والاضواء شيء حلو, لكن في اطار الصح, ونربي وننمي وجيل ما يكونش فقاقيع, فهذا هو حلم البرنامج, انه نجمة العرب فعلا تكون ذات مقاييس عالمية وبتوصل للنجومية بجدارة. Thank you, Bilal, and good luck. انتهت مشاهدينا الفنانة شاهد الياسين من تصوير مشاهدها في مسلسل سعد واخواته, الذي يشارك في بطولته الفنان السعودي حسن العسيري وباسمة حمادة. تقدم في المسلسل دور أحلام إحدى شقيقات بطل المسلسل سعد الأربعة, وهي شخصية محورية في العمل وثرية في مضمونها, وتواجه العديد من المفارقات التي تحدث بينها وبين شقيقها سعد الذي يجسد دورها الفنان حسن العسيري, معربة عن سعادتها بالمشاركة في العمل وبالتواصل مع الدراما الكويتية التي قدمت من خلالها العديد من الأعمال المميزة. فاصل مشاهدينا وراجعين. After the witch, one of the witches flies away and Glinda looks back to find me and I've disappeared and it's just my hat there. My grandma's in that shot. شكرا مشاهدينا بعد الفاصل, وإلى سياق حملات التوعية التي تحد من حوادث السير التي يصورها عدد من الممثلين والمغنيين والإعلاميين والرياضيين لإعلانات توعية لتجنب كتابة الرسائل أثناء القيادة. ويشارك مشاهدينا في هذه الحملة الممثلة اللبنانية ورد الخال, مصممة الرقص إليسا كاراكلا, والموزع الموسيقي ميشيل فاضل. عن غير قصد مشاهدينا, ورطت الممثلة التونسية درة المنتج محمد السبكي مع نقابة السينمائيين, إذ أشارت إلى أنه قام بإخراج فيلم حديد وهو ما يعد مخالفة لقرار النقابة بمنعه من الإخراج. وكانت مشاهدينا درة قد ذكرت في لقاء تلفزيوني أنها اكتشفت خلال تعاونها مع محمد السبكي في فيلمها حديد أن لديه حساً فنياً عالياً وموهبة كبيرة في الإخراج, وبذلك تكون قد أكدت أنه هو من قام بإخراج العمل وليس المخرج أحمد البدري الذي نسب إليه الفيلم شكلياً. ترشح مشاهدينا الممثل جيمس فرانكو عام 2011 لجائزة أوسكار أفضل ممثل, وأصبح اليوم من الممثلين المهمين في هوليوود. فلنكتشف مشاهدينا سوياً اليوم الأسرار التي نجهلها عن هذا الممثل. جيمس فرانكو واحد من أكثر العاملين في صناعة السينما انشغالاً, إذ يعمل كممثل ومخرج ومنتج وكاتب, إضافة إلى تدريسه الإخراج وكتابة السيناريو. لكن ما الذي نجهله عن هذا النجم؟ أثناء ترعرعه كان جيمس فذاً في الرياضيات, لكنه سرعان ما تحول إلى مشاغب في المدرسة, حتى أنه تعرض للاعتقال لرسمه على الجدران واحتسائه الشراب, إضافة إلى قيامه مع شبان آخرين بالاحتيال لسرقة عطور وبيعها لكسب المال. Got into Faulkner when I was in high school. I got into a little bit of trouble when I was in high school, and so there was a period when I had to stop hanging out with certain friends, and so I'd stay home on the weekends. منحته عائلته الدعم وما زالت علاقته قوية بهم, ويحب العمل مع الأقرباء قدر المستطاع. شقيقه ديف يكتسب الآن شهرة كممثل, وحصل على دور صغير في فيلم جيمس بعنوان ميلك, إضافة إلى والدته باتسي لو فرانكو التي لعبت دور والدته في جنرال هوسبيتال. وفي فيلم أوز ذا جريت أند باورفول حظي أحد أقربائه بدور صغير. She's in the movie. Oh, I'm glad.
Yeah, yeah. She's in the movie. There's a shot after the witch, one of the witches flies away and Glinda looks back to find me and I've disappeared and it's just my hat there. My grandma's in that shot. لم تقدم له عائلته الدعم على صعيد واحد وهو الصعيد المالي، فبعد تركه الدراسة الجامعية لمزاولة التمثيل عمل فرانكو في ماكدونالدز لدفع إيجار منزله ولتجربة لكنات جديدة مع الزبائن. وأخيرا، هل كنتم تعرفون أن جيمس لديه رخصة طيار؟ حصل فرانكو على دروس في قيادة الطائرة تحضيرا لفيلم فلاي بويز لجعل أدائه واقعيا، لكن كما هي عادة فرانكو لم يقبل بالاكتفاء بتلك الدروس، وبعد 3 شهور من التدريب حصل على رخصة قيادة طائرة. مشاهدينا الأخبار التركية، فقد احتفلت الممثلة التركية فرح زينب عبد الله بالعرض الخاص لفيلمها السينمائي الجديد إذا نسيت فهمس، الذي طرح بدور العرض السينمائية في تركيا منذ أيام. وحضر العرض مشاهدينا الخاص أبطال الفيلم محمد جونسو وكرم بورسين. وجدير بالذكر مشاهدينا أن فرح تعلمت لعبة كرة القدم والغناء على المسرح للقيام ببطولة هذا الفيلم. Ya da git böyle yapma. Sensiz kalbimde sızı var. Son nefese kadar değilse unuttuğum bir sözüm var. Sev ya da git öyle. Acıtma, şansını fazla zorladım. Ben de insanım sonuçta. Kaçalım buradan. Ben denilebilirdim, yoldan çıkabilirdim. كملي معكم مشاهدينا بالأخبار التركية. وما زال معجبو النجم التركي كيفانش تاتلوتوغ يهنئونه بعيد ميلاده عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه لشكرهم على هذه المحبة الكبيرة. Yeni gelenleri gördün mü? Kırım'dan gelmişler. Burada bir sorun yaşamayacağız. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Güzeller güzeli, ince gibi üstünden asale takan bir kızla, çakı gibi yakışıklı, aslanlar gibi bir kırımlı tüketici. Sana misafirlerimizi tanıştırayım. Beyefendi Seyit Emirov. Hanımefendi de... Şura. Kendine gel. Toparlan artık. Yemek yemiyorsun, sadece içiyorsun. Yemek yapmayı sever misiniz? Hiç yapmadım. Yarından itibaren İstanbul maceramız başlıyor. كانت مشاهدينا هذه هي حلقتنا لليلة من عربود. إن شاء الله لقاءنا فيكم يتجدد غدا دائما عبر خليجية. يعطيكم العافية.